الأخت جيم باء من الرياض تقول: حججت فرضي وفي أثناء الرجم رجمت، لكن لم أتمكن من رمي الجمرة في الحوض بسبب الزحام، فهل علي إعادة حجي أم ماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا كان الحصى لم يقع في الحوض فإنه غير مجزي والرمي غير صحيح، وعلى من فعل ذلك أن يذبح فدية في مكة يوزعها على مساكين الحرم، وحجه صحيح إن شاء الله، لكن يذبح الفدية من باب الجبران، جبران ترك الواجب الرمي، وتكون هذه الفدية مما يجزي في الأضحية سنا وسلامة من العيوب غير ذلك مما يخل بالأضحية، ولا يجزي ذبحها إلا في مكة وتوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا.